فضيلة الشيخ وفقكم الله، قال بعض العلماء في قوله سبحانه وتعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، في هذه الرؤية الوعيد والتهديد، فما المراد بذلك وفقك الله؟ نعم، قال بعض العلماء في قوله سبحانه: ألم يعلم بأن الله يرى، لم يعلم أبو جهل بأن الله يراه حينما يعتدي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد منعه من العبادة، أن الله يراه سبحانه وتعالى، فكيف لا يخاف من الله؟ نعم. يقول: وماذا يستفاد من رؤية الله؟ ما قال موسى وهارون: إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال الله لهما: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. نعم.